اهلا وسهلا بكم واسعد الله اوقاتكم في حلقه جديده من برنامج مبادرات طلابيه. في هذه الحلقه نسلط الضوء على مبادره كليه العدل والمساواه في جامعه النجاح الوطنيه كليه القانون. لنرى مبادرات كليه القانون. دعونا نرحب بالطالب حسن ايوب، ايوب حسن عفوا، والطالب نادين حفايضه. اهلا بكما. كيف حالكم؟ اهلا، سعد مساك. سمعنا انكم واصلين محكمه العدل الامريكيه، صحيح؟ اللي وصلنا له هو يعني تقدر تحكي شيء مختلف عن هذا اللي صار، انه احنا فزنا بالمرتبه الاولى على مستوى الوطن في مسابقه فيليب سي جيسوب الدوليه للمحاكم الصوريه، وصحت لنا الفرصه بانه احنا نشارك على المستوى الدولي بالعاصمه الامريكيه واشنطن، وانه نتنافس احنا مع بقيه الدول في المسابقه. ندين، كمشارك كم دوله كانت مشاركه في هالمسابقه؟ هو أكثر من 80 دولة هذه السنة شاركت بالمسابقة. طبعا فلسطين مثلتها جامعة النجاح بالمرتبة الأولى، وكمان في عنا كان فريق عرض اللي هو من الجامعة العربية الأمريكية. وجودكم بين 80 يعني دولة أو 80 مشارك في هاي المسابقة، وأنتوا الحمد لله رجعتوا في مستوى متقدم، إيش يعني من وين إجت لكم هالقوة هالمبادرة، ومين كان الداعم الأساسي لكم؟ طبعا احنا اول شيء بلشنا الفريق من كليه القانون، من فريق متواضع، دكتور متواضع. طبعا بحب اول شيء نوجه له الشكر، اللي هو الدكتور رائد البدويه اللي كان قائم على تدريبنا. بلشت طبعا التدريب كان بمراحل تدريجيه، كانت اول شيء المرحله الاولى اللي هي قراءه القضيه، معرفه الوقائع الموجوده فيها، والمرحله الثانيه كانت هي انك انت تشوف القوانين اللي بتنطبق على القضيه اللي قدامك. طبعا هذا يعني اي شيء في المحاكم، اي شيء في القانون، انت كمحامي هيك راح تكون. اول شيء تطلع على القضيه، بعدين تشوف حيثياتها وتعرف شو القوانين اللي تتطبق عليها. فاحنا بلشنا على هذا الاساس، وبعد ما بلشنا شفنا ايش القوانين اللي بتنطبق على القضيه اللي بين ايدينا، بلشنا مرحله البحث. وكانوا من متطلبات المسابقه انك انت تقوم بكتابه مذكرات، المذكرة تكون مكتوبه، اللي هي على أساس أنت إيش أنت بدك ترافع، عشان القاضي يكون عارف مسبقاً بأنت المعلومات الموجودة عندك. وهاي كانت مرحلة البحث. طيب سؤال لنادين، إيش ضافت لكم هاي المشاركة في مثل هاي المسابقة العالمية؟ يعني أنتوا رجعتوا على جامعة النجاح بعد المسابقة، كم يوم استمرت وشو أضافت لكم مثل هاي المشاركة؟ أول شيء حابة أضيف أنه أعرف بأعضاء الفريق تبعنا. نعم. اللي هم طبعاً أيوب، وكمان في عنا الأستاذ ماجد عبادي طالب ماجستير، وطالب بيان جانم، وطالب الخريجة إناس عبد الجواد، بالإضافة لإلي. هلأ بالنسبة للمسابقة، طبعاً المسابقة استمرت، تدربنا عليها أكثر من 6 أشهر. يعني اختاروا الفريق، أول شيء عملنا هاي بنحكي على التحضيرات؟ هذه التحضيرات. نعم. بس لما طلعنا على أمريكا قعدنا بالضبط 10 أيام، ورجعنا هون. طبعاً يعني كتير هذه المسابقة أضافت لنا أشياء، ممكن مثلاً تعلمنا كيف نبحث باللغة القانونية الإنجليزية. إحنا مثلاً كلية القانون إحنا بالعادة بندرس بالعربي، في عنا كمان مساق بالإنجليزي، بس إنه إحنا بندرس بالعربي، فممكن نحكي إنه مثلاً تعلمنا نحكي أو تعلمنا المصطلحات القانونية الإنجليزية، خصوصاً فيما يتعلق بالقانون الدولي. تعلمنا نكتب مذكرات لمحكمة العدل الدولية، مع إنه المحكمة كانت صورية، بس تعلمنا نكتب مذكرات، وتعلمنا نترافع أمام قضاة ونجاوب على أسئلتهم، ويكون في عنا حجج قانونية، سواء كنا الدولة المدعية أو الدولة المدعى عليها بالقضية. هذه إضافة جميلة لكلية القانون يعني. ومن هون احنا بنفتخر فيكم في مثل هاي المسابقة. ايوب، وين الاماكن اللي انتم زرتوها، ومين التقيتوا، شو كانت فعالياتكم في هالعشر ايام اللي انتم قضيتوها في مكان مثل هالمكان المميز في مجال القضاء العالمي يعني؟ كانت اول 4 ايام من المسابقة كانت هي عبارة عن مرحلة التصفية. هلا انت بتحكي عن تقريبا المشاركين الجامعات 100 و154 جامعة، مزبوط 80 دولة، بس في دول كبيرة كان يشارك منها أكثر من جامعة، مثل روسيا عندك والصين كان، وأمريكا برضو كان يشارك فيها أكثر من جامعة، مش جامعة واحدة اللي تكون تمثل الدولة. إذا إحنا عندنا 154 جامعة يعني أنتوا بتنافسوا في 154 جامعة عالمية. صحيح. رائع. فكانت بدايتها اللي هي أول، طبعا أول يوم كان يوم تعارف تقدر تحكي، طلعوا حكوا كل دولة، عرفوا كل دولة، تطلع أنت بتزرع علم دولتك على منصة، طبعا بتكون كل الطلاب المشاركين وكل المدربين موجودين من حوالين العالم، بالاضافه الى القضاة المشاركين في المسابقه،
يكونوا موجودين فبعرفوا عليك انت ودولتك. طبعا ما بيحكوش اسماء الاسماء بس بيحكي مثلا يعني دولة فلسطين انت بتطلع. طبعا هاي كان فيها اشي كثير مميز انه فلسطين لما طلع اسم دولة فلسطين تقريبا بدك تحكي 90% من الطلاب والدول اللي كانت مشاركة كلياتهم وقفوا على يعني كان شعور مش عارف كيف اوصف لك اياها يعني صراحة الاشي يقشعر له الابدان زي ما بيحكوا انه انت كل طلاب القانون في العالم بيعرفوا شو فلسطين وبيعرفوا انت من وين جاي ووقفوا لك انت احترام. فهذا كان اشي كثير رائع. فبعدها بلشنا مرحلة التصفيات، كانت اول 4 ايام كل طبعا كل جامعة لها 4 جولات. الدول اللي انت رح تنافسها كانت على القرعة انت ما بتعرف مع مين، فضلينا نستنى احنا هي الاول يوم لاخر نهار لبين احنا عرفنا شو الدول اللي راح ننافسها. وبعد مرحله التصفيه طبعا من ال 154 جامعه انت بتحكي عن بس 32 جامعه اللي بتاهلوا. وانتوا تاهلتوا؟ احنا للاسف ما حالفناش الحظ السنه اللي ولكن مجرد المشاركه طبعا كان طبعا مجرد المشاركه وانت انك تمثل فلسطين على المستوى على مستوى مسابقه مثل مسابقه الفيليبسي جسب شيء كان انجاز بحد ذاته. وطبعا يعني احنا بنامل السنوات الجايه طبعا لانه احنا لنا تقريبا 3 سنين بس بنشارك فيها كجامعه نجاح وك يعني ممكن فلسطين برضه بشكل عام لها 3 سنين بس بتشارك في المسابقه، بالمقابل انت في دول لها 50 و60 سنة بتشارك فيها. فيعني انا بتمنى انه مع الخبره انه احنا نقدر ولا بنقدر نصير، لانه احنا يعني خاصه السنه القضيه كانت متعلقه بشيء تقدر تقارنه بالقضيه الفلسطينيه الاسرائيليه. وبعد التصفيه اللي صارت 32 جامعه بكملوا الجولات لبين تصفي عندك بس اخر شيء اول جامعتين. طيب خلينا نتوجه لنادين. نادين خلينا شويه نتوجه لكليه القانون والطلاب في القانون وعمل المحامي الفلسطيني. اليوم انت استاذي، يعني انا فهمت انه انتم خريجين، الله يوفقكم يا رب في حياتكم، وبعد اليوم راح ناديكم استاذ يعني في المحكمه واستاذي. بتعتقدي انه عمل المحامي اصعب من عمل المحامي يعني، ولا يمكن يكون متوازي في نفس الصعوبات؟ انت كمحامي بتفوت على الجلسات تشتغلي بهالقضاء الفلسطيني، هل بتشوفي انه في صعوبه لك كصبيه او فتاه بتعمل استاذه في ال... انا برايي اي طالبه او اي بنت يعني بعد ما تتخرج من التوجيه وتدخل كليه القانون بتكون عارفه انه هي شو ممكن تواجه، يعني عشان بما انها راح تصير محامية. هلا صحيح بالمجتمع نظرة المجتمع للمحامية ممكن تكون انه يعني بما يعني شوي ضيقة، المحامية ممكن تواجه صعوبات، ولكن بالنهاية هي دارسة قانون وخريجة كلية قانون، واكيد في عنا مساقات عملية بالكلية انه ممكن تأهلنا ولو شوية، وفترة التدريب كمان ممكن تأهل المحامية انها تترافع بالمحاكم. فبرأيي يعني بما اذا استندت البنت لخبرتها العملية وللعلم تبعها ما اتوقع تواجه مشاكل. طب أيوب بدي أسأل عن فترة التدريب من حيث انتهت نادين، أنت بتشوف فترة التدريب لسنتين لطالب القانون يعني شو معنى أنتم مختلفين عن الكليات؟ يعني طالب اللغة العربية مباشر على سلك العمل، طالب القانون طالب الفنون على العمل، إلا القانون سنتين أنتم والطب وكليات علمية، بس أنتم ليش سنتين يعني بعد ال4 سنين دراسة؟ هل بتشوفها أنت طويلة ولا هي بتشوفها بتضيف لك إشي أكتر؟ انا بالنسبه لي بشوف انه لا، فتره السنتين احنا مدربهم فتره معقوله، لانه اللي بيختلف عن كليه القانون عن بقيه الكليات في الجامعه عندنا انه كليه القانون القانون وعمل المحاماه شيء نظري وشيء منه عملي. هلا احنا بالجامعه هنا كطلاب 4 سنين انت بتتعلم الشيء النظري، بتتعلم الكتب وتتعلم اساسيات القانون، تمام؟ هذا لا يعني انه انت مؤهل انك تصير محامي اذا انت ما نزلت على الواقع العملي وشفت ايش اللي بيصير. طبعا في اكيد رح يكون في توافق ما بين اللي انت اخذته في الجامعه وهيك، بس انك بغير ما انت تنزل وتتدرب وتشوف الواقع العملي كيف، ما بعتقد انه اي واحد ممكن يتخرج من كليه القانون يكون قادر على انه يدخل مهنه المحاماه مباشره. يعني هاي الفتره بالعكس فتره معقوله منه الطالب يعرف ايش اللي بده اياه، يعرف انه هو حابب يكون محامي للقانون المدني، قانون جنائي وما يتفرع من القوانين. فلا انا بحكي انه لا، هاي سنتين جدا مهمه انه الواحد يكتسب فيها الخبره عشان يهيئ حاله انه يصير محامي. بعد الفاصل رح نكون إن شاء الله مع نادين ونشوف رأيها كمان بعملية التدريب أو بفترة التدريب مثل ما سمعنا رأي حضرتك. أعزائي المشاهدين كونوا معنا بعد فاصل قصير.
أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد، ونتابع مع الأستاذة وإن شاء الله بنشوفك أستاذة يا رب بعد فترة قصيرة. أنا بدي أسألك عن رأيك في عملية التدريب أو بفترة التدريب اللي أنتم بتتلقوها بعد ما تتخرجوا من الجامعة، هل رأيك مشابه لرأي أيوب ولا مختلف شوي؟ هلا أنا رأيي تقريبا مشابه لرأي أيوب، لأنه زي ما حكى أيوب إحنا 4 سنين بندرس مساقات نظرية، بندرس القوانين، بندرس كتب، ممكن في عنا 3 مساقات عملية إحنا كلية القانون بناخد منها مساق واحد بس. فبرأيي 4 سنين بناخد فيها الجانب النظري، والسنتين مهمة جدا خصوصي إنه المحامي مثلا يعني يعرف وين طموحه أو إيش ممكن ميوله بالقانون. مثلا في محامين بحبوا القانون الجنائي، فمن خلال التدريب بصيروا يعرفوا أكثر وين ميولهم، إنه ميولهم على القانون الجنائي، ممكن محامين بالقانون المدني، ممكن بالقانون التجاري. ففترة التدريب مهمة كتير إنه المحامي يعرف وين ميوله، وكمان إنه يطبق الأشياء اللي تعلمها بالكلية على الواقع العملي، خصوصي إنه إحنا بنحكي إنه الواقع العملي بيختلف كتير مرات عن الجانب النظري. أكيد إحنا بننزل على المحاكم كمواطنين، يعني أكيد بنشوف يمكن واحد حد يدفع مخالفة سير أو تزول المحكمة لسبب معين، يعني بنشوف المحامين موجودين بالمحكمة بشكل كبير صدقا. يعني هل تعتقدي إنه في سوق عمل لكل هالمحامين موجود، ولا التميز للمحامي هو اللي بوجود بسوق عمل؟ هلا هو ممكن نحكي انه التميز هو اصلا يعني اي انسان عشان يبدع باي شيء ممكن يختاره لازم يتميز. احنا اليوم حتى بمحاضره كنا نحكي مع الدكتور اكرم داوود بمساق التامين، كان يحكي انه احنا في عنا اكتظاظ بسوق العمل بالمحامين، ولكن المحامي اللي بده يتميز او انه يبرز من بين كل هدول المحامين بيكون لازم اول شيء يبرز بشخصيته وبقدرته العلميه ومؤهلاته العلميه، كمان انه حتى القضاء اذا كان هذا المحامي متميز بصيروا يسمعوا له والناس بتصير تتوجه له. فوان كان في اكتظاظ بسوق العمل، اذا المحامي عرف يستغل المؤهل العلمي اللي عنده وعرف انه يبدع بسوق العمل اكيد رح يبدع بالمجال. طيب ايوب، انا بدي اسال حضرتك، السنه كان معدل القبول لكليه القانون هو 90، يعني برأيك شو هالهجوم الكبير على كلية القانون؟ ليش الناس بتحب تدرس أبنائها محامين؟ يعني في عندك نظرة لهالموضوع؟ هلا ممكن طبعا المجتمع عندنا مرات بتطلع على الأشياء من سطحيتها، ما بتطلع على المحتوى. تمام، هلا الاتجاه لكلية القانون صار في اتجاه كبير من قبل الطلاب الخريجين اللي بخلصوا توجيه إنه إحنا بدنا نفوت قانون. هلا هذا يعني بتقدر تحكي سلاح ذو حدين، لانه انك تخرج عدد هائل من المحامين هذا شيء ممتاز، لانه بالاخر انت في مجتمع وانت ككيان مستقل بدك تعمل، بدك لك جهاز، في جهاز قضائي، في فرص عمل، في بالضبط في عندك في قانون لازم يطبق. تمام، الناس الشيء اللي ما بتطلع له انه مش كل واحد جاب معدل 90 ولا 98 قادر بانه يعني قادر بانه يكون في كليه القانون. هلا انا بنظري المفروض يصير بالنسبة لكلية القانون مش شغلة، الشغلة مش شغلة معدل، الشغلة شغلة ميول، شغلة شخصية. طبعا المحامي تقدر تحكي يعني 70-80% المحامي شخصية. تمام، ممكن انت تكون يعني معلوماتك القانونية مش هالقوية، طبعا لازم يكون عندك في قاعدة للمعلومات القانونية، بس اذا انت طلعت قدام القاضي كان عندك الشخصية ممكن تحكي، مرات تغلط ببعض الاشياء البسيطة يغض النظر عنها القاضي كونك انت شخصيتك قويه. فهون بصير عندك يعني بتيجي على الكليه عندنا بتشوف في كثير ناس بتجيب مثلا معدلات، بتتخرج من كليه القانون بمعدلات عاليه ومعدلات يعني ما شاء الله طبعا، لكن بسوق العمل لما تيجي للواقع العملي بتطلع انت على بعض الاشخاص انهم كشخصيه لا يصلح بانه يكون محامي. بس في قصص نجاح كبيره لزملاء محامين، يعني طبعا لا طبعا لا لا موجود، لا بالعكس يعني احنا يعني حتى الكادر الموجود عندنا كادر الدكاتره في منهم ناس يعني فقهاء بالقانون، وزراء سابقين، بالضبط طبعا يعني طبعا يعني يعني بدون ذكر اسماء، يعني لا في عندنا احنا دكاتره موجودين في الكليه عندنا اسمهم معروف، وين ما تروح في وين ما تروح بفلسطين بتحكي اسم الدكتور الكل بيعرفه. لا هذا مفخره لجامعه النجاح طبعا طبعا، يعني من خلالك كمان من خلال البرنامج بنوجه لهم اجمل التحيات لكل الزملاء في كليه القانون وكذلك عماده كليه القانون اللي بتراسها اليوم الدكتور مؤيد والدكتور اكرم، كان بصمته عاليه للكليه وإدارة الجامعة اهتمامها واسع بهذه الكلية. وإحنا أكيد من فترة بسيطة جدا افتتحنا مبنى كلية القانون اللي بتتمتع بمقومات هائلة،
نادين، انا بدي اسال حضرتك او اوجه لك سؤال بخصوص الطالبات اللي التحقوا بكليه القانون السنه الاولى، ايش رسالتك لهم؟ انت سنه رابعه ويعني تقريبا او شكت على التخرج. اول شيء طبعا العمليه التعليميه مهمه كثير، يعني هلا اول شيء لازم يركزوا على المواد القانون، لازم يبحثوا. هلا احنا في عنا ممكن نحكي انه شويه مشكله بالعملية التعليمية، مش بس بكلية القانون، بكل الكليات، اللي هي انه احنا عنا بس انه الطلاب باخذوا المعلومة من الدكاترة ما بيبحثوا. فهلا شخصيا انه ممكن اعطي نصيحة للطالبات انه يحاولوا انه يقرأوا من اكثر من مرجع او مصدر ويبحثوا اكثر لانه زي ما اضاف الزميل ترسخ المعلومة. نعم. يعني ببالهم، وكمان انه يحاولوا يتعرفوا على الجانب العملي اكثر، يعني مثلاً معهم هلأ السنة الأولى والسنة الثانية يتعرفوا على القانون بالصورة العامة، بس بعدين لما يبدوا يتخصصوا برأيي إنه يصيروا يحاولوا إنه يتعرفوا على الواقع العملي أكتر، ينزلوا على المحاكم يشوفوا كيف المحامين بيشتغلوا. نزلت على محاكم؟ أنا صراحة لحد هلأ لا، فهذه هي مشكلتي إنه أنا ما نزلت على محاكم. بس وأيوب؟ نزلت وشفت الواقع العمل، وبالعكس يعني دخلت جلسات ولا لسه يعني جلسات؟ لا ما دخلت الجلسات، كان بس نظرة خارجية للمحكمة. ايش شعورك وانت دخلت المحكمة وشفت القضاء؟ حسيت انه يوم من الايام انت ممكن تكون مكان القاضي؟ طبعا طبعا، كان شعور كثير جميل، وبالعكس يعني بالنسبة للمسابقة اللي احنا شاركناها كان اشي رائع، انه انت لاول مرة وانت لساتك طالب. طبعا الطلاب بالعاده بتخرجوا بدون لا يكون عندهم اي علم بالواقع العملي، فكانت المشاركه في مسابقه الجسب انه انت بدك تجسد كل المعلومات اللي حصدتها واللي بحثتها تطلع تترافع فيها. هاي كانت بحد ذاتها يعني هذا محور من محاور المسابقه. طبعا انت بتبحث وتعمل كل شيء، واخر يعني بالنهايه لما بدك تطلع انت تقدم اللي عملته، بيكون في عندك فريقين، فريق مدعي وفريق مدعي عليه، فانت بدك توقف كمدعي او مدعي عليه تعطي مرافعتك. طبعا هذا كله باللغه الانجليزيه كان ما شاء الله، كل الفريق كل شيء كان بالانجليزي. فانت لما انت كطالب بكليه القانون تصح لك الفرصه انك انت تشوف الواقع العملي وانت لساتك طالب قبل ما انت تتخرج وتاخذ المزاوله وتنزل على المحاكم. فانت لما انت كانت تخلصنا من الرهبه، فاهم كيف؟ في طبعا هاي بتكون رهبه لابد منها لاي شخص انه بفكر في المستقبل كيف اول مره بده يترافع فيها امام القضاء. بس احنا هاي صحت لنا واحنا طلاب بكالوريوس، هاي كانت فرصه كثير يعني كثير رائعه انك انت تطلع تترافع مش بلغتك الام، باللغه الانجليزيه. ولما طلعنا على امريكا كان في من بعض في بعض القضاة اللي كانوا مشاركين هم قضاة فعليين بمحكمه العدل الدوليه، فانت لما تشوف الكادر فعليا يعني هي مش شكليه، كانت هي اكثر عمليه لإلكم. هي عمليه عمليه يعني، بس شو انت القضيه وهميه. نعم. انت بدا بتجسد زي اكنك تماما امام محكمه العدل الدوليه، الفرق بانه بس القضيه وهميه. ففي كان قضاة مشاركين من محكمه العدل، وفي كان يعني اساتذه ودكاتره قانون من جميع انحاء العالم. نادين، حاب اسمع منك كمان عن المسابقه، ايش كان في محاور اخرى اشتغلتوا عليها واطلعتوا عليها اكثر؟ هلا قضية بالمسابقة فيها أربع محاور. طبعا زي ما أيوب حكى الدول وهمية، وكمان المحاور أو القضية كلها بشكل عام هي وهمية. المحاور زي ما حكيتهم أربعة، أول محور كان يتعلق بالمياه الجوفية المشتركة بين دولتين، المحور الثاني كان بيتعلق بالتراث، بتفرع له محورين. مين بيختار هاي المحاور نادين؟ أنتوا ولا المشرفين؟ بيقوم بكتابة القضية زي فقهاء بالقانون الدولي. نعم. يعني احنا بنعرف انه قام بكتابة القضية احد فقهاء القانون الدولي المختصين بموضوع المياه الدولية، مش متذكر اسمه بالضبط، بس هو كاتب او يعني عرفنا انه كتب المحور الاول بالمسابقة اللي هو المتعلق بالمياه الجوفية. فرحنا احنا طبعا نبحث بكتبه وبابحاثه عشان نعرف انه ممكن نلاقي اجابة. هذا نرجع لحديثك ونصيحتك للطلاب انه يبحثوا. انا حاسس القانون بحث وتميز اكثر ما هو انه انا عن جد ادرس هالاربع سنين واطلع على سوق العمل، رح اكون مش قوي مثل ما انا ابحث ويعني اتمحص اكثر في القضاء او في عمل القانون. مزبوط، صحيح صحيح. كمان في عنا الفرع الثاني اللي هو بتعلق بالتراث، اللي هو اول واحد منهم كان يتعلق بدرع تراثي، والفرع الثاني كان بتعلق بمجمع تراثي، واخر شيء اللي هي محور اللاجئين والمهاجرين. طبعا الحلو بالموضوع انه صحيح انه القضيه كلها بالمجمل وهميه، بس صدقا انا قبل ما تكمل الفكره حاسس انها كل قضايا تتعلق بواقعنا، المياه والتراث اصلا والحدود، هاي كلها يعني قضايا احنا تعرف على خلاف يعني. تفضل.
يعني هذه المحاور زي ما حكيت انه صحيح انه القضية بالمجمل وهمية، ولكن لما تروح تبحث بالسوابق القضائية بتلاقي انه مثلا في دولتين بينهم مشكلة على المياه الجوفية تقريبا التفاصيل مقاربة لقضيتنا، وكأنه كاتبين القضية كانوا يجمعوا شوية مشاكل يعني واجهتها دول بالواقع العملي او فعليا، وهذه المشاكل تم عرضها على محكمة العدل الدولية وكتبوا القضية، يعني كتبوها بالمجمل. القضية الجديدة حتنزل ب 15/9 اللي هي جسوب 2018 كمان. طيب أرجع لأيوب. أيوب، شو نظرتك للقضاء الفلسطيني حاليا؟ كيف بتشوف القضاء؟ أنا بشوف أنه أنا قضاء الحمد لله يعني بمستوى راقي جدا وبضاه دول كبرى في قوتهم. أنت نظرتك كطالب أو بدك تتخرج وتنزل لسوق العمل، إيش نظرتك للقضاء الفلسطيني؟ بالنسبة للقضاء الفلسطيني طبعا زي ما حكيت حضرتك أنه بتقدر تحكي أنه نظام قضائي جيد الى حد ما. طبعا لابد من انه احنا كطلاب قانون نسعى بانه نطور النظام القضائي الموجود عندنا. القانون بتطور كل يوم وكل ثانيه وكل ساعه، ما في له حدود، ما القانون ما في له اي حدود. هلا احنا طبعا عندنا بجوز بالواقع الفلسطيني يكون مختلف عن باقي الدول بانه احنا عندنا مثلا غياب للمجلس التشريعي. صحيح. هلا هاي عملت فجوه بالنظام القضائي وبالنظام القانوني الموجود عندنا، يعني في كثير قوانين ما زالت معلقه مثل مشروع القانون المدني الفلسطيني. هلا احنا كطلاب لازم نسعى، بس احنا الواحد يتخرج فينا بس ما يسعى بس لمصالحه الشخصيه بانه يكون يصير محامي ناجح، بالعكس احنا لازم نشتغل بانه نقوم بتطوير النظام القضائي والقوانين الساريه الموجوده عندنا. هلا بشكل عام بس تقدر تحكي انه القوانين المطبقه والقوانين الساريه عندنا لا يعني بمستوى عالي من الكفاءه ومستوى عالي من القانون الموجود في الدول العربية والدول بشكل عام يعني. طيب أيوب وندين، احنا كثير فخورين فيكم وكثير فخورين بمشاركتكم في هاي المسابقة المتميزة، بنتمنى لكم مزيد من التوفيق وإن شاء الله يا رب نشوفكم مراتب عالية ومتميزة في القضاء الفلسطيني ومحامين تفخر فيكم فلسطين. وأنتم أعزائي المشاهدين إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج مبادرات طلابية، دمتم بعون الله ورعايته. لكم تحيات فريق الإعداد والمخرج يوسف مروان.